ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. برج العقرب، هنتكلم النهارده على التوقعات العاطفيه خلال شهر يونيو لعام 2022. مبدئيا برج العقرب احنا عندنا اجواء كتير هتكون مختلفه نوعا ما، عندنا في بعض الامور الساره وبعض النقاط اللي مش افضل حاجه، لكن خليني ان انا اقول لكم على حاجه يمكن تبقى عند البعض امر جيد جدا. ليه؟ لان اكتر شيء في الوضع العاطفي هنقابله ان العلاقات المؤزمه او العلاقات اللي فيها العديد من الازمات او الخلافات او الاختلافات هيبقى فيها انفصال، والانفصال هنا هيكون امر مريح جدا جدا لعلاقتكم ولشخصكم. يعني لو علاقه مرهقه وانتم مرهقين منها بقدر عنيف جدا فهيكون في انفصال. كمان اكتر شيء موجود ان العلاقات اللي انتم مش عارفين تخلصوا منها هنخلص منها. على فكرة فعلا في بعض الشخصيات اللي عندهم أزمات ان هم نفسهم يخلصوا من شخص النهاردة قبل بكرة، ولكن بيبقى فيه صعوبة ان الشخص ده بيبقى متزمت في الرأي، بيبقى ماسك فيك جدا، بيبقى لأجل ان هو يكسرك مش لأجل حاجة تانية. فده هيكون هنا لا في مرحلة استشفاء من هذا الامر، دي اول نقطة. لكن بالنسبة للعلاقات العاطفية الاخرى اللي هي السهلة او المتساهلة، هيبقى بالنسبة لنا عندنا العديد من الامور المفرحة، عندنا فيه كتير من الضغوط الحياتية اي نعم المؤثرة على علاقتنا العاطفية، لكن مع بعض الابراج ده هيكون داعم كتير ليكم او في ابراج هتبقى داعمه كتير ليكم، وده اللي انا هشرحه لكم دلوقتي في علاقتكم مع كل برجه. لكن بالنسبه للناس اللي هم ببدايه علاقتهم العاطفيه، انتوا بطبيعتكم ملوك الجاذبيه، يعني عندكم جاذبيه كتير وعندكم كتير لمعان وشكل وي وي وي، لكن يمكن تكونوا بتفكروا اكتر في الوضع المهني، في نجاح معين، في ان انتوا تثبتوا نفسكم، مهتمين كتير بالشكل بالمظهر، مهتمين كتير بحضوركم ان يكون حضور متميز في اي مكان تتواجدوا فيه. كمان هيكون عندكم تألق اكتر، مهتمين كمان عارفين بايه؟ بالسوشيال ميديا بتاعتكم، بان انت عارف بيجي لنا وقت كده يفنا كتير ان احنا نقعد نتصور 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 وننزل على السوشيال ميديا ونخربها نخربها، والنبي ده ما بيجيب لنا الا القر والحسد. المهم ان محدش يحسدك يا طاقي الا لما يبقى حد قريب منك، مش فاهم انا ايه الاخر اللي احنا فيه. المهم عشان ما نخرجش بره المواضيع، فبرج العقرب احنا عندنا الاجواء اللي هيكون فيها اهتمام بالنفس قوي وحب الذات جدا، من الاخر كده هتقفوا قدام مرايتكم وتعكسوا نفسكم. طيب برج العقرب اذا هيكون عندنا جاذبيه حلوه قوي. اقول لك كمان اكثر الامر ده من امتى؟ من يوم 21 لما الشمس تكون موجوده ببرج السرطان، ده موقع هيدعمك جدا وهيجعلك اكثر ثقه في النفس اكتر، وهيجعلك جذاب اكثر فاكثر، وهيخلي الناس اللي سابوك هيبقوا ندمانين عليك اكتر واكتر. طب ما تيجوا نتكلم على علاقتك العاطفيه مع كل برج. نبدا بالعقرب والحمل. العقرب والحمل، العقرب انت بتراقب الحمل، الحمل بيراقبك، المهم ان في مراقبه منكم انتوا الاثنين لبعض، خاصه لو انتوا اثنين منفصلين عن بعض، فيكون ان احنا عايزين نرجع لبعضينا او نرجع لبعضينا، هيكون في كتير من ان احنا بنراقب بعض عشان نشوف كل حد فينا بيعمل ايه. عارف فكره اللي هو اما اشوف اخرك، اما شوف هل انت ارتبطت بحد جديد، هل انت مبسوط في علاقتك الجديده ام لا، فانت عندك حاجه ليها علاقه بالنطاق ده جدا عشان تبقى فاهم. فاذا في النقطه دي كمان هيبقى عندنا سعي للرجوع، حتى الناس اللي هم مرتبطين ببعض بالفعل هيبقى عندنا استقرار او اللي هو السعي للاستقرار اكثر فاكثر. الحمل هو اللي هيبقى بيسعى اكثر للاستقرار معاك، اما بالنسبه لي للاستقرار اكثر لو انت معاه ده للناس المرتبطين بالفعل يعني. اما بالنسبه لي العقرب والسور هيكون ان احنا محتاجين ندعم بعض، محتاجين حب بعض، محتاجين مشاعر بعض، ادوا بعض حب اهتمام، حاولوا كتير ان انتوا تحضنوا بعض بالكلام، في حضن بالكلام والله، الكلمه اللي تحسسك ان انت عندك حاجة تتسند عليها من شخص ما. احيانا الكلام يطلع البني ادم سابع سما ينزله اسفل ارض، فحاول على قد ما تقدر ان انت تدعم السور، والسور لو بيسمعني ادعم العقرب كتير، لان العقرب هو اللي محتاج الدعم. القوة معاك انت يا برج السور انك تدعم العقرب، انت الحظ حليفك جدا. العقرب عنده ضغوط في الشأن العاطفي والشأن المهني، فاذا اسعى ان انت تدعمه جدا. اما بالنسبة لي العقرب والجوزاء، هو انا مش عايزة اقول لكم يعني ان النص الاول فعلا لازم نخلي بالنا منه يعني، بس هو ده الحقيقة. النص الاول بالنسبة لي كمان علاقتك مع الجوزاء بالذات
ممكن تحس ان انت عايز تنهي العلاقه، اوعى تتسرع يعني يا عارب، ما تتسرعش كتير ان انت تنهي علاقتك ببرج الجوزاء، لان غصب عنه ظروفه مش افضل حاجه، برغم ان الشمس موجوده عنده وده بيديله طاقه، بس ممكن ياخد طاقه عكسيه. وخلي بالكم كتير العلاقه دي منظوره جدا، يعني محسوده، يعني ممكن حد يبقى شايف ان انتوا هتبقوا افضل هتبقوا احسن فيحسدكم عشان تقعوا. خلي بالكم كتير من القيل والقال وكلمات الاخرين اللي ممكن ان هي تدخل بمثابه عداوه تدمر العلاقه العاطفيه بتاعتنا. اول 22 يوم، اول 22 يوم، لان موقع كوكب الزهرة هيبقى معاكس كليا لبرج الجوزاء، ويبقى فيه كتير من الاعداء والكلام اللي مش حلو والظروف اللي مش لطيفه وطاقات عدائيه، فلازم نخلي بالنا. اما بالنسبه لي برج السرطان والعقرب، السرطان والعقرب علاقتهم غريبه شويه. ليه؟ لان ممكن نرجع لبعضينا ونسيب بعض تاني، ونرجع لبعضنا تاني ونسيب بعض تاني، ونبقى مره بنحب بعض قوي قوي ومره نتخانق مع بعض جدا. علاقه غير مستقره نوعا ما، خاصه لازم نكون حذرين من يوم 23 في الشهر، لازم نبقى واخدين بالنا كويس قوي، او من يوم 22 لان ده من فجر 22، فهيبقى نهايه يوم 22 لازم نخلي بالنا كويس قوي من علاقات اللي فيها ان احنا نسيب بعض ونسيب بعض وان احنا نرجع، لان ممكن فعليا يبقى العلاقة تنتهي تماما او كليا من وقت يوم من بعد يوم 22. طيب اما بالنسبة يا برج العقرب، علاقتك وعلاقة برج الاسد معاك، هيبقى عندك دعم حلو قوي خلال النص التاني، هيبقى عندك كتير سعي لتصليح العلاقة، كتير ان احنا عايزين يبقى في حالة من الدعم، حالة من القوة، حالة من الترابط الاكتر، حالة من ان احنا يبقى في اجواء فيها ان احنا يبقى يعني في ان احنا عايزين نكون متحبين اكتر، فعندك ده جدا يا برج العقرب، ان انت عايز تكون متحاب مع برج الاسد. كمان الاسد هيبقى شخص جذاب كتير ومحظوظ جدا، ويمكن كمان هيبقى بيضيف لك كتير في مشاكلك او ضغوطك الحياتيه. النص التاني بالنسبه لك هيبقى افضل كتير وداعم. اما بالنسبه للعقرب وبرج العذراء، العقرب والعذراء في تفكير في العقرب جدا، العذراء بيفكر كتير في العقرب وعايز ان هو يرجع له كمان، يعني بتحاول كتير انك تراقب، في مراقبه، في كتير رجوع، بس عارف فكره اللي هو انا عايز احافظ على كرامتي، اللي هو يعني العذراء حابب العقرب قوي قوي وبيراقبه جدا، بس مش عايز يتكلم، خايف على كرامته، خايف يقلل من نفسه، خايف انه يتفهم غلط، خايف ان العقرب ممكن يكون في باله حد تاني او في علاقه طرف تالت، فهو متازم نفسيا ان انا ابدا ولا ما ابداش، اخد الخطوه ولا ما اخدش. ده بالنسبه للناس اللي عندهم مشاكل او في اختلافات، لكن بالنسبه للناس المتحابين في جاذبيه بتربطكم ببعض جدا. اما بالنسبه للعقرب وبرج الميزان، هيبقى عندنا اعجاب بشكل كتير حلو قوي، عندنا جاذبيه حلوه قوي، منشدين يعني في انشداد لبعض جدا جدا، لكن بالنسبه للناس المرتبطين هيبقى في حبه خناقات وحبه بدايات، في علاقه في مواليد خلال الفتره اللي من بعد يوم 22 في العلاقه دي، بالنسبه للمنفصلين في رجوع. اما بالنسبه لبرج العقرب والعقرب، هيبقى عندنا في تقل شويه، متطلبات حياتيه، وده بيضغطنا في الشأن العاطفي، ممكن يكون ان انتم مش اهتمامكم الامور العاطفيه، يعني اهتمامكم امور مختلفه عن الوضع العاطفي، فبالتالي بتدعموا بعض في اموركم الحياتيه وناسيين المشاعر شويه. اما بالنسبه لبرج القوس والعقرب، القوس والعقرب هيبقى عندنا اجواء فيها حب، جاذبيه، مشاعر، القوس ينجذب للعقرب بشكل خطير جدا، خاصه رجل القوس ينجذب لمراه العقرب جدا، خاصه العشريه الاولى من برج العقرب، فاذا في جاذبيه حلوه قوي، في كتير من الحب، المشاعر في الجو ده، يعني في الجو ده جدا. بالنسبه للعقرب وبرج الجدي، العقرب والجدي احنا هيبقى عندنا دعم لبعض جدا، هيبقى عندنا كتير من مسانده لبعض، الجدي داعم للعقرب بشكل كتير قوي، لان الجدي شخص قوي جدا، فهيبقى بداعم هو الاقوى للعقرب. اما بالنسبه للعقرب والدلو، هيبقى عندنا تحسن هايل جدا، يعني رغم الاختلافات والخلافات والمشاكل والمشاكسات، الا ان هيكون عندنا في تحسن حلو قوي قوي خلال الشهر ده، في رجوع، في هداوه، في استقرار اكتر، في فرحه اكتر. اما بالنسبه لبرج العقرب وبرج الحوت، العقرب والحوت هيكون عندنا محاولات عديده جدا للرجوع، يعني هيبقى عندنا بنسعى اكتر ان احنا نرجع لبعض، بنسعى اكتر ان احنا نتصالح، نتصافى،
هيبقى كتير ان احنا عايزين يكون في مواليد في حياتنا، يبقى في كتير. يعني من الاخر انت يا برج العقرب عايز يبقى في رجوع، يبقى عايز في استقرار. الاستقرار ليه علاقه بمنزل جديد، ليه علاقه بان احنا نرجع لبعض بشكل زي الاول، يعني شكل احسن، او ان يبقى في مواليد تزداد من ترابطنا اكتر. فدي العلاقه الموجوده، او في امر يخص اولادنا على فكره ونبقى بنفكر فيه بقدر كتير قوي، او الامر ده هيبقى شاغلنا جدا. ده بالنسبه لي برج العقرب وعلاقته العاطفيه مع كل برج من الابراج. اتمنى ان انا اكون وضحت لكم الشكل العاطفي خلال الشهر بصوره متكامله. بتمنى كتير اني اكون فدتكم. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. سلام.